ديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا بصحه جيده البنات. اول حاجه قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نشكر الناس على التعليقات ديالهم في الفيديو اللي فات اللي ما كنتش صراحه كنتوقعهم، وحتى الناس اللي عيطوا لينا في التليفون في الفيكس وما كناش داك النهار كنت مع ماما في الدار حيت صراحه شويه عيانه. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا في الانستغرام وشفت تعليق في يوتيوب كيقولوا واش بصح ماماك ما غاديش تبقى تبان، صراحه انا هضرت معاها وشفت التعليق ديالكم، وصراحه اللي شفنا باللي التعليق ايجابيه اكثر من السلبيه، وداك الشيء اللي غندير بالنصيحه ديالكم وغادي نبقى نديها في التعليقات الزوينين، اما الخايبين ما خاصش الواحد يديها فيهم وخاص يمشي لقدام. بالنسبه للبنات واش ماما واش غادي تبان لهم غتبانش، هي مساله ديال الوقت ان شاء الله. غادي نحاول نقنع انا، وراك عارفين اليوتيوب كيبغي شويه لقانه، وهي صراحه الايام ما عندهاش لقانه، وان شاء الله ملي غادي تكون لقانه وغادي تكون هي تختار الفيديو اللي غادي تبان فيه ضروري غادي تبان معايا. وخليكم معايا في هذا الفيديو باقي ما سالاش. سمحوا لي البنات راك نصور لكم من قبيله، ادخل لقيت عمي جالس وانا نصور ما والو حشمت. دابا حنا كنرجعوا نشربوا شويه اتاي من بعد خصني نرجع للخدمه، راه يمكن عرفتي علاش ماما ما عيطت لياش. خالتي راه كتوجد اتاي، عرفتي البنات اتاي انا خايفه على التكربان، عندي ذكريات خايبه مع البروجي. واش شدي ليها باش تبان لا 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 شو المشكل؟ هكا بديش قدامك عينا نديرو ثقيل خافلك ما تشربيش. على قبلك هذا دابا هذا زرانيه خفيف بحال الزين ديالي. ها هو البنت، ها هو يا بابا مرزز علاش بزاف هي لازم بالشيبه فن كيشرب شرب شبه يشربو بالشيبه صلقك صلق لي والله. ناس شدني من الشربان تباني زوينه من هنا والله. علاش انا خايبه؟ لا من هنا بتباني لا هو كيكون هضري هضري قولي شي حاجه مباشره كنكون خايبه والله الا تتباني. ايه صدر اليوم التحدي ما نديروش نديرو التحدي شنو هو التحدي اللي باقي على نزلو ليك اللي باقي ما عارف شنو هو الفيديو. ياس واحد التحدي يمكن تقولوا تكونوا فاتين شايفينه شايفينه، ولكن هاد المره غنديرو حنا بالطريقه ديالنا انا والياس. المهم عرفتي شنو المود ديال الضحك مع الياس؟ راكم عارفين غادي يشد فيه اليوم بزاف ويكونوا شي اسئله. المهم حتى هو راه يمكن ما عارفهمش، الاسئله موجودهم غير بوحدي تيشوفوا قدام تنحطوا قدام الواقع. كاسي واحد يبقى فيه الحال الياس بيل يونس السهام ديال رانيا البوكوس ديالي ماجد القنديل ديالي الياس اخر العنقود ديال مو الزين ديالي. كما كتشوفوا دابا راه حنا في الدار، وقلت لكم ديجا عند خالتي قلت لكم غندير لكم واحد التحدي اللي غادي داكشي ديال العيد شي ديال العيد غادي الياس غادي يشدو فيه اليوم مزيان، وديجا لونسيتو في لي ستوري ديال الانستغرام وقلت لكم غندير لكم واحد سميتو لو خيرو. اول حاجه بغيت نشرح لكم شنو هو التحدي، هو لو خيروك مثلا ما بين هاد الحاجه وما بين هاد الحاجه، نخيرك ما بين تاكل مثلا ملحه ولا تاكل مثلا ملحه وتاكل كاتشوب. وحده فيهم وحده فيهم. دابا حنا غنبداو بالاسئله هما الاولين عاد ندوزو داكشي مشحر شويه داكشي مشحر شحرتو معايا حشومه عليكم شحرتو مع الياس داكشي فهمتي قلت لكم في الصوره شحروا معاه داكشي اللي كاين. ايوا ماشي مشكل يلا بدا باول واحد. المهم هذا السؤال عجبني صراحه عجبني، كنتي في الباطو وداك الباطو غادي يغرق ولازم واحد يتلاح باش يبقى الباطو شاد، زعما لما تلاح شي واحد غادي يغرق. المهم والباطو فيه انا ورانيا وماما. المهم المهم تنقول ضحي براسي ونتلاح انا بتلاح انتي ورا انت تلاح ماشي انا. المهم تلاح انا نضحي براسي ماشي مشكل. يا ربي ما نطيحوش في هذا السيتوياسيون حيت نقدر نبدل الراي ديالي. اوكي okay, الياس yes. عطيني عطيني ما بين تاكل جوج معالق ديال الحار لا ولا تخرج تنقط الشطح لا
خرجت تبهديل خرجت تبهديل صافي داكشي اللي بقى علاش ها المهم الا شتوني المره الجايه مرحبا ما شتونيش عرفوا التحدي هو اللي خرج عليا تكون جمعه ديال الحار حار لي الحار الحار نورمال المهم راه اول مره ناكل الحار بحال هكا كول مازال يسك معلقه اخرى يسك معلقه اخرى معلقه اخرى يلا بنت قريب حار قديم ما قديم والو شنو شنو في العدد 2003 2003 هي الفوق 2003 عطيني الحاجة والله ما 2003 باغا تقتلني باغا تقتلني 2003 ما تلقاش اصلا انت كيكون في ردود طويل واه لما الباطو لما الباطو واه والله حتى هاد الحارة زايدة فيها الحار والله ما حار هذا زايده فيه الحار واو دابا انا دابا نوبتي لو خيروك تاكلي معلقه ديال الخل اها ولا تخرجي بالزنقه صندار صندار الميكا زعما شو شو عندي خل ها ضربي الخل مع راسك الخل ماشي مشكل الخل ماشي مشكل اه واو قصايد البنات كتغش شكون كتغش انا بغيت هذاك الخل ديال 70 ريال هذاك ديال القرع هذا ولي كاين ما كنديروش باخر كاينه هذا البنات هذاك ديال 70 ريال خصك ديري اوه اللي بحال تضربي سبرايت ناري يلا واحد جوج ثلاثه جو هل تحسي مزيان لا يلا بشكل ها؟ والله يلا بصح هلاش بشكل حقني في دري لا نري نري فمي اللي حقني يا عرشي عرشي ديك ديك الرئة دي الجاج عرشي دي كنا تمسحوا الجاج ما فاك نري حرقني في دري والله دابا انت الياس لو خيروك تخرج الشرجم تغوت انا نسطي ولا تاخذ معلقه ديال جوج معالق ديال الليمون بارك عليا انا من المعلقه شنو تخرج نخرج نقول لهم انا مسطي والله تندي والله ما تجي ولا عيدي لي شنو نتسنى نتسنى بلاتي الياس يلا خرج نتسناك ايوا غوتو غوتو باش تدخل الناس شوف فيا انا شوف الناس راهم تحت المصيبات وين غوت انا مسطيح عاود عاود لا ما يشوفوني نري بنات انت ويلي علاش قالوا لك جوج مرات نديرها سير نري الناس اوت اوت صاحبي اجي انا سطيت عرفتي اجي نري عطاوني عرفتي دابا الياس ها والله انا عرفتي بلي راك مسطي شويه ابي دابا قلت لك سطي جات بعاد أيوة ولا المطارد اخويا مع الحار براسي فريته كي جيتكم في الياس
ضروري كنجي شويه تنغيز على الاسئله كنزيد واحد النغيزات انا ندير المهم قال لك لو خيروك لو خيروك تولد 10 الاولاد ولا تزوج على راجل قال لك لو خيروك تزوج 10 يلا قلك لو خيروك 10 تولد 10 الاولاد لو خيروك تولد 10 الاولاد ولا تزوج على راني الصراحه الولد نعمه نعمه كتهضر بالتريل شرف سين كمل كمل 10 الاولاد ولا نتزوج على راني فدر تان قول تزوج عليك يلا شو جاوبتي تنقول 10 الاولاد غتوحلي فيهم غنوحلو فيهم اوكي مزيان عندك 10 الاولاد مزيان متزوجش عليهم لا ما نتزوجش عليهم على حساب كيفاش على حساب دابا تزوج ولا 10 الاولاد 10 الاولاد 10 الاولاد غنديرو حنا فرقه ديال الكره انا هو الجول وانا لا انت حكم انت الحكم دابا نوبتي لو خيروك المطار ولا البصله في الخبز وارد دابا انت لك انت بغات شنو نزل البصله في الخبز صحيه تاكل البصله خضراء انت معلقه ديال لو ما طفش ليا هذه وعلي ريحه في يمكن شجعني حاول باش نبينو لكم باش تقولوا اش راه حاطه حدايا العده ها هاتي المعده ولات عندك بحال شي فريته يلا كولي كولي تعطلتي نعم يلا واحد جوج ثلاثة بحال تشربي الدواء الله 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 لا 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 الماء لا الماء ما انت الشاش براي راسك انت اللي بغيتي تشالنج بغيتي تشالنج المهم انا صافي بارك عليا وقيلا منين قلت لهم انا مسطي بارك عليا شويتيني لو خيروك اياس تاكل بصله بصله هكاك تقشر تحيد لها غير القشور وديك البصله الحمراء اللي كتكون صعيبه ملي كتقشر تقشر كتبقى تتبكي هذيك اللي تتبكي كتبكي عرفتيها؟ قشرها لا فايت باكي ولا طيب لي شي شهيوه ولا بغيتو تشوفوا الابداع ديالي نطيب لك شي شيء شي مشكل طيب ماشي شغل بغيتو نطيب لها شي شيء ونطيب لها شي شيء وما كاينش مشكل طيب لي شي واش طيبنا العشاء لا انا اللي نطيب العشاء ضروري ويلي مشينا مشينا يلا الياس ايوا اليوم غادي نطيب لك الدجاج مشوي بالخليل كيف الدجاج مشوي بالخليل حتى تذوقي ويعجبك شوفوا العار من شنو جابت واش مني ودير بلا الزيت شويه شويه هادي خليتها تسخن بالمقله بعدا دير الزيت باش تسخن مع المقله مالي هادشي راه علم عيد هادي اوي اش كدير الملحه واش الملحه كدير هي الاولى الياس راه هادشي علاش ما كتعرفيش الماكله ديالنا بنينه هذه الماكله ديال رجال بنين حيت تيديروا شي حوايج ملح وكمون شويو واه لا الياس ناري الى الى ضربتيني بالجهد واه باين لي هذه الشيوة ويلي هاتي هادي الروينه
اصبغي من ديك العائله ديالها بشويه من العائله ديالها بغيت نصيقوا اليوم. واش غادي تفيها دير شي حاجه هاد؟ شوفي اللمسه الاخيره هي لا يا البنيات طيبنا البيض لاول مره في حياته. انتما الياس بيضته محروقه الله يخلف عليك غاديش دابا دخلناك بالله دابا نتعشاو بالبيض شي واعر هادي. المهم هادي هادي شنو؟ هادي شي هو من يدي اللي بغا ياكلها مرحبا اللي ما بغاش ياكلها على خاطرو بصحة انا المهم ما بغيتيش تاكلها راه عرفتي شنو غندير لكم بحال اللي كنديرو انا وماما ديال في الاخر اش كتقول لي اش يقول لهم الياس بالصحة بالصحة والراحة تلبسي حوايج الياس خرجي مزنق تخرجي بيهم ولا البيض خضر مريو يا فار الله صح سهلة اصلا ما غاديش اصلا ما غاديش ناكل بيض خضر واخا يعطوني ما عرفتش ما نقدرش زفر اش هي البيضه اللي طاحت لك في الارض وجبعتيها راه سير عرفتي مع ريحه الخل عرفتي اليوم خصني نمشي نحك سناني باش تحيد بزاف عرفتي باقي مروعه المقاطع المهم انا غنختار لبس حوايجك اصلا ساهله حوايجو جاتني ساهله خليكم معنا راه ماشي لبس وغنخرج بهم اصلا خارجين نتعشاو شوف ردة الفعل في الناس وي قال لك واحد بلادي واحد تشالنج واحد تشالنج قال لك يشطح في روج ودارو والله يا دارو دارو ولا نشطح في روج زعما لا لا غير نخرج بها دابا شنو نخرج هكا ماشي عليك انت حوايجك كيجاوك شكي كيجاوني حالتهم حرام عليك لا لا بالعكس شوف شوفوا شوفوا شوف شوف مصوف انت هذا اللي لابس عليه حوايجو مالو كبير بن كبير شحال مترو شنو كبير مترو شنو 55 و 82 مترو 82 ولكن جاتك الحطه مزيانه مزيان نخرج هكا تخرجي فحال هكا بيان سور بيان سور انت عايشه فحال نزيدو معاك يلاه دابا دخلك على الشخصيه د الاغنيه الحطه حيد عليا بالي ما تخيلش ما ديرش المهم شد فيا المهم انا باقا ضاربه لكم الحطه وغندير اخر تحدي يلاه لو خيارك خطير هذا اللي جاك شنو؟ ما علينا لو خيروك لو خيروك لا 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 انا باقا ما خرجتش والله ما نعقل عليك على هذاك الحار اللي وكلتيني وديك الغوته اللي لي لو خيروك تشطحي في ستوب وعندك شي اللي بقى تشطحي في ستوب ولا ديري لوجهك مطيشه د الحب افكر في الثانيه افكر في الثانيه انا تنعلم ديرها بلاصتي نوض تشطح في ستوب واخا انا كنت خارجه وقال لك لا باقي واحد تحدي اخر غديريه درت انا اكثر منك المهم انتو ما حسبوش بشحال من واحد بدات انا جيبي مطيشه شحال من واحد دار قال لك راه تتحيد الحبوب انا جاي مطيشه شدي الحك دي الزوج معيشه عائشه ماما بعدي من الوالده ويلي الوالده راه خصها دير لهم الكوبي رايت داري ناري ناري عتا البنات جبت لكم اليوم واحد الوصفه خطيره كتحيد الحبوب كتحيد البقع السوداء كتحيد لك كتحيد كل شيء حل لجميع مشاكل البشره المتضرره انا داكشي ديال دوك الاشهارات لا هادي لابيس اللي عندها العكس اللي بغات تزوج اللي بغات تزوج اللي ما عندها زهر كل شيء علي لا تيفا
انا اليوم غنسيق ريحه في اليوم خصني نجمع الطار في ساوني لا والو انا شد هذاك انت اللي بغيتي ندير التحدي انت اللي حبيبي بغيتي هذاك الطاجين الكفته بمطيشه شحال تيجي زوين دابا شنو بغيتي تقول من الاخر اليوم تخيل دابا من الصباح غدا وجهي كيشعل عرفتي كلشي غيدير هاد كلشي غيدير هاد الفيديو داك الشيء نقول لكم اي حاجه شي حاجه بزبيت ديروها على وجهكم وبصح ماشي اي حاجه شك شك انت دير دير مزيان غدا ما نط حبه في وجهك سيد اي ما يديرش حبوب رقيق شنو هو يلا الله ها بسم الله الرحمن الرحيم جاب يلا بحال ديال الحوم اجي حل جميع انواع البشره ياس عندك لابو غاز لابو ميكس اللي بغيتي كلشي مزيان عجباتني انا شفت راسي ارتحيتي فيها هي اه غنخرج هكا زنقة عادية سي مش عادية شفتها شوف وجهي كيف لا بياض كيفاش بياض وما استحيتي لا ما طايش اه ويل وغادي تشوف لا 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 ويلي لا حال لا 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 وجهي حمر شوف باقي كتطلق في وجهي يلا زيد شي بحالنا يلا يا سوزاقة خارجة نتعشاو هكا البنات رحنا وصلنا عاد دابا للدار من بعد ما تعشينا تعديتوا علينا اليوم بالتحديه ديال بصح عطيتوني اليوم مزيان المهم شكرا بزاف المهم نتمنى يكون داكشي اللي درتو عجبكم وكونوا طولنا عليكم بزاف في هذا الفيديو وتكونوا ضحكتوا معنا وفوجنا عليكم شي شويه المهم انا الصراحه ما عرفتش واش يكونوا عجبهم هذا النوع ديال الفيديو ما عرفتش انا ما عرفتش خايف من لي رياكسيون ديالهم نعم خايف المتتبعات ديالي ظريفين المهم اللي عجباتو اللي عجبو هذا الفيديو يخلي كومونتير لتحت يقول لنا واش نكملوا في هاد التحديات بحال هكا ولا نحبسوا وتهلاو فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي باي باي.